أما اللاعبون فحي الله اللاعبين، حي الله وجوههم الوضيئة، وحي الله خطواتهم وأقدامهم الواثقة، وحي الله قيمهم ومثالياتهم. أحيوا في النفوس مشاهد من خلال منافستهم في المباريات. ما رأينا في المباريات خشونة منهم، ما رأينا سفاهة، ما رأينا رعونة، وإنما لعب احترافي نظيف. الشيء الثاني ما تفضلت به اللي هي تعظيم الله عز وجل والتوجه إليه بالشكر عند تحقيق الهدف بالسجود لله. يعني اللاعبين من غير المسلمين يرسم الصليب على صدره، أعوذ بالله. أما المسلم فيضع أشرف ما فيه وهو وجهه، يضعه على الأرض لله، الله إعلانا لله بالعبودية والشكر. الشيء الثاني تقديم الأخلاقيات.